وفقا لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بتحقيق رؤية الإمارات 2031 وتحقيق مئوية الإمارات 2071، تم إطلاق مشروع الإنصات بصوت المتعامل الأول في الشرق الأوسط والمدعم بالذكاء الاصطناعي لتحليل آراء وملاحظات المرضى والمتعاملين في مجال الرعاية الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، للتمكن من اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات، وذلك لتحسين جودة الرعاية المقدمة.